وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة يا مريم إن الله اختارك لطاعته وعبادته واختارك لخدمة بيته مع أنك أنثى وكفاك أمر معيشتك فكان يأتيك رزقك من عند الله وطهرك من الكفر والشرك والبدع وطهرك من الأخلاق الرذيلة ومن الآفات المنقصة الحسية والمعنوية ومن الأدناس والأقذار والذنوب واصطفاك على نساء العالمين من زمانك واصطفاك على نساء العالمين فوهب لك عيسى من غير أب وجعلك أنت وهو آية للعالمين. وبذلك يتبين لنا الفرق بين الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني، فالاصطفاء الأول ليس حصرا على مريم بل تشترك فيه مع غيرها، أما الاصطفاء الثاني فهو خاص بالسيدة مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ورسالتي إلى كل امرأة مسلمة أرادت الفلاح والنجاح والمجد في الدنيا والآخرة أن تسلك طريق مريم ابنة عمران، طريق الإيمان والبر والتقوى. جزاكم الله خيرا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.